وبالعودة إلى الاستقرار وتفعيل الخدمات التي يتداولها الجدل السياسي الحالي، افتتح النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي مشروع تطوير ساحة باب الخان المؤدية إلى شارع بنت الحسن في قضاء بلد وتحويله إلى مركز تجاري يخدم جميع مناطق القضاء. افتتاح مشروع تطوير ساحة باب الخان المؤدي الى شارع بنت الحسن. حقيقه الحكومه المحليه اليوم تعمل جاهده في محافظه صلاح الدين وباسناد الاخوان بالوحدات الاداريه بتطوير الوحدات الاداريه بما يرتقي بواقع المواطن. اليوم نشهد افتتاح هذا المكان وهو امتداد لعمل سابق في شارع بنت الحسن من خلال تطويره وتاهيله بالفتره السابقه ليكون سوق حضري ينائم مواطننا في قضاء بلد وفي جميع اقليه المحافظه. نعمل ان شاء الله بكل جهد لارتقاء بواقع المواطنين وتطوير الخدمات بصورة أفضل من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين. حقيقة هناك أفكار كثيرة تم تداولها مع الأخوان في الوحدة الإدارية، الأخ رئيس الوحدة الإدارية، الأخ مدير البلدية، من خلال تطوير هذه المنطقة بالكامل، تحويل سوق الخضار والأسواق الأخرى للمبيعات الشعبية أو الأسواق الشعبية إلى أسواق حضرية نموذجية يستطيع المواطن التبضأ منها بصورة أفضل، يستطيع الباعة التواجد بها وتوفير الخدمة للمواطن بصورة أفضل إن شاء الله.